عندنا دلوقتي في مصر. وخلال السنين اللي فاتت اتصور ان التحدي بيولد فرصة مش بيولد عقبة زي ما الناس بتصور. لا والله، التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة. تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. برنامج ابدأ وللهدف منه ان احنا نقلل حجم الاستيراد من خلال انشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. قبل ما نقول ان احنا نصدر منها، احنا بنتكلم على ان احنا نبقى عندنا كفاية للسوق المصري، وان كان في فرصة للتصدير هيبقى طبعا ده امر مهم ورائع.